Hello everyone, and welcome again to our Approach to Symptoms series. In today's episode, we are going to learn about how to approach a patient with dysphagia, an important presenting complaint within the gastrointestinal symptom. First, let's start with some definitions. شنو هي dysphagia? Dysphagia can be defined as difficulty swallowing, صعوبة بالبلع ببساطة. Odynophagia, on the other hand, is painful swallowing, اللي هي عبارة عن ألم خلال البلع. أيضا عندنا في الترم يسموه بالglobus pharyngeus or globus sensation, which is defined as fullness or sensation of a foreign body within the throat or esophagus without an overt anatomical explanation. يعني شنو معناها؟ يعني هنا المريض ببساطة يحس كأنه أكو فد شيء، أكو فد جسم عالق بالثروت، خلينا نقول عاصي بالثروت او بالمريء مالته. بس لما نروح ونشوف الثروت والاسوفيجاس مالته ماكو فد فورم بادي بيها without an anatomical explanation for this symptom. عادة تصير بالبيشنت اللي عندهم anxiety، اللي يعني يكونون متنرفزين متوترين، ممكن يحسون بهاي السيمتوم. dysphagia بشكل عام ممكن تقسيمها إلى two main types. Oropharyngeal dysphagia، هنا أنا عندي مشكلة ببداية عملية البلع بالأوروفارينكس، يعني بالحلق، أوكي، يعني بالماوث أو بالفارينكس اللي هي البلعوم، أوكي. وعندي إسوفيجيال dysphagia اللي هنا مشكلتي وين؟ بالإسوفيجاس بالمريء. شنو أسباب الدسفيجيا؟ مثل ما قلنا الدسفيجيا ممكن تقسيمها إلى أوروفارينجيال دسفيجيا وإيسوفيجيال دسفيجيا. بالنسبة للأوروفارينجيال دسفيجيا فأسبابها هي مشاكل يا أما بالأعصاب يا أما بالعضلات اللي تبدي عملية البلع اللي يسوي initiation للسوالوينج. So neurological problems can arise due to stroke اللي هي الجلطة، واحدة من أهم أسباب الأوروفارينجيال دسفيجيا. تمام، يجيك مريض قبل ساعة هو كان يقدر يبلع عدل بس هسه ما يقدر يبلع، أوكي، هسه إذا يشرب ماء فممكن راح يغص بهذا الماء، أوكي، ستروك. Also the patient اللي عندهم dementia, various types of dementia طبعا، الpatient اللي عندهم Parkinson's disease, ALS, multiple sclerosis and brainstem lesions. All of these can affect the nerves responsible for the initiation of swallowing, leading to oropharyngeal dysphagia. Myopathic means we have problems within the muscles اللي مسؤول عن عملية swallowing، عملية البلع. And these include myasthenia gravis and polymyositis. These diseases اللي راح نسولف عليها إن شاء الله بالنيورولوجي. Other causes of oropharyngeal dysphagia: zinker diverticulum اللي عادة associated with halitosis اللي هو bad odor، يعني ريحته ما طيبة الماوث مالته، اوكي، halitosis bad breath. ايضا oropharyngeal tumors can lead to oropharyngeal dysphagia. xerostomia اللي هي ال dry mouth، المريض اللي الماوث مالته يكون يابس راح يواجه صعوبة بالinitiation of swallowing. mucositis، inflammation of the mucosal membranes. post radiation and post-surgical. الإسوفيجيال دسفيجيا شلون ممكن نقسمها؟ بشكل عام الإسوفيجيال دسفيجيا ممكن تقسمها إلى structural causes and motility disorders. يعني شنو؟ يعني أنا عندي هذا الإسوفيجاس مالتنا، تمام؟ هذا هو المريء. بالمريء ممكن أكون مشكلة structural، وهاي structural problem ممكن تكون intrinsic، يعني داخل اليومن of the esophagus أو بال wall مال الإسوفيجاس، هاي يسموها intrinsic structural problem. or extrinsic معناها فشي خارج الإسوفيجاس ومثلا كبران وده يضغط على ال wall of the esophagus، هاي extrinsic problem، تمام؟ فشي جاي من خارج الإسوفيجاس بس ده يضغط على الإسوفيجاس وده يسوي لي ممكن فد narrowing بي بحيث يصير عندي dysphagia. or motility problem، اكو مشكلة هنا بحركة الإسوفيجاس، بحركة السموث موسلز اللي موجودة بالإسوفيجاس. intrinsic structural problems include food impaction، تمام؟ يعني إذا
واحد بلع لقمة وهاي اللقمة عصت هنا بالإسوفيجس، أكيد وراها لما راح يجي هذا المريض يأكل راح يحس بديسفيجيا، فالصعوبة بالبلع لأنه هاي اللقمة موجودة هنا بالإسوفيجس. تمام؟ food and action also foreign body، إذا هذا المريض خصوصا الأطفال مثلا إذا بلع فد foreign body بالإسوفيجس، تمام؟ وهذا foreign body استقار بالإسوفيجس. Okay. Also reflex esophagitis or what is known as GERD. Okay. This can also lead to dysphagia. وإحنا قلنا إنه بالGERD واحدة من السيمتومز مالته ممكن إنه تكون dysphagia، بس هي تعتبر مثل ما قلنا بوقتها red flag symptom and requires further investigations. Also a condition called eosinophilic esophagitis اللي يعني من اسمها أكو esophagitis means inflammation of the esophagus with predominantly الانفلاماتوري سيلز هي يوزينوفيلز. تمام؟ الاتيولوجي مالتها is unknown. Also esophageal structure تضيق بالإسوفيجس واللي ممكن يكون benign or malignant structure. Also esophageal rings or webs ممكن يصير فت حلقة أو فد شبكة بالإسوفيجس and this can lead to dysphagia. Also esophageal cancer a very important and serious cause of esophageal dysphagia. Also infectious esophagitis means an infection بالإسوفيجس واللي ممكن تكون candida or herpes simplex virus. بهاي الحالة هنا لما يكون عندي infectious esophagitis عادة المريض راح يعاني من dysphagia plus odynophagia. Okay اللي هي pain during the swallowing نتيجة الانفكشن. Extrinsic problems معناها اكو عندي مشكلة من الخارج في structural problem بالخارج لتضغط على the wall of the esophagus. And these may be a mediastinal mass. Any mediastinal mass إذا كبرت وضغطت على الإسوفيجس ممكن تؤدي إلى dysphagia. تمام؟ Also aortic aneurysm, vascular rings, for example an aberrant left subclavian artery can lead to extrinsic esophageal dysphagia. Motility problems most commonly arise due to achalasia واللي راح نسولف عليها ان شاء الله ضمن الاسوفيجيال ديزيزز واللي تصير نتيجة failure of relaxation of the lower esophageal sphincter. تمام؟ also diffuse esophageal spasm في بعض الاحيان يصير عندي فالتقلص كلش قوي بالسبازم بالمسلز of the esophagus. تمام؟ بحيث المريض يحس بريتروسترنال chest pain يكون كلش قوي severe واللي بهواية مرات ممكن انه confused with acute coronary syndrome. تمام؟ لانه يصير في chest pain severe chest pain ويكون retrosternal فمن ضمن differential diagnosis مال acute coronary syndrome. Also conditions known as nutcracker esophagus jackhammer esophagus اللي ايضا بها مشكلة بالmotility مال الاسوفيجس. Also عندي Chagas disease and systemic sclerosis أو السكليرودرما. لما يجينا مريض ويقول إنه عنده صعوبة بالبلع dysphagia شنو الأسئلة المهمة اللي يحتاج إنه نسألها إله؟ بالبداية يحتاج نتأكد إنه هذا المريض هل هو بالفعل عنده true dysphagia versus odynophagia versus both، لأنه هذا المريض ممكن عنده ألم خلال البلع وهذا يختلف عن الصعوبة بالبلع. dysphagia تختلف عن الأودينوفيجيا مثل ما قلنا بالديفينيشنز. وراها نبدي نسأل على the duration والpattern of dysphagia. هل هي abrupt بدت بصورة مفاجئة مثل ما يصير مثلا بالستروك أو بالديفيوز إسوفيجيال سبازم؟ المريض قبل خمس دقائق ما عنده dysphagia بس حاليا عنده dysphagia. أو gradual onset. أغلب بقية الكوزز مال dysphagia عادة تكون gradual شوية شوية تزيد. هل هي consistent يعني كل مرة المريض يبلع بيها يصير عنده dysphagia؟ وحقيقة أغلب structural causes of dysphagia هي تكون consistent يعني هي موجودة دائما هذا structural problem. خلينا نقول أكو structure، هذا structure دائما موجود فكل ما المريض يبلع راح يصير عنده dysphagia هاي consistent versus intermittent يعني مرة المريض عنده dysphagia وراها ما عنده dysphagia مرة عنده مرة ما عنده هاي الانترميتد وهاي ممكن نشوفها مثلا بالموتيلتي بروبلمز. لما عندي مشكلة بالموتيلتي الموتيلتي بروبلم مو دائما راح تكون موجودة فممكن المريض مرة يصير عنده dysphagia والمرة اللي وراها ما يكون عنده dysphagia.
هل المريض عنده dysphagia for solids only versus solids and liquids, يعني both solids and liquids, and this is a very important question طبعا بالdysphagia خصوصا بالكيسات اللي تجيكم بالامتحانات. يعني هل الdysphagia بس ويا الأشياء الصلبة؟ تمام, يعني من يأكل لفة يأكل يعني فشي صلب تصير هاي الdysphagia, لو تصير حتى من يشرب مي مثلا أو يشرب عصير أو any liquid. تمام, المريض اللي عنده dysphagia for solids only عادة هاي dysphagia نتيجة structural problem. تمام, نتيجة مثلا في structure أو cancer for example, هاي عادة تصير for solids only بالبداية. While the patient اللي عنده solid and liquids هذا عادة عنده motility problem. المotility problem ما تفرق هذا solid or liquid, راح تأثر على اثنيناتهم. While the structural problem يعني تخيلوا انه هذا الاسوفيجاس مالتي واكو بيفد structural problem هنا, في حالة انه المريض اجا ويعني بلع فتشي صلب, اوكي هذا الفتشي الصلب اوكي راح يجي هنا وراح يواجه هذا structural problem, فالمريض يصير عنده dysphagia. ويل اذا شرب مي فالمي راح ينزل وما راح يصير عنده مشكله بالبلع مالته, فالدسفيجيا مالته راح تكون for solids only, high structural problem. ويل الموتيليتي بروبلم يصير both solids and liquids. Associated symptoms are very important. هل المريض عنده heartburn؟ واحده من اهم الكوزز اوف دسفيجيا هي الجاستروسوفيجيال ريفلكس ديزيز. تمام, والجاستروسوفيجيال ريفلكس ديزيز يصير بي heartburn or regurgitation. Weight loss a very important symptom. Why? لأنه many causes of dysphagia, but more importantly, cancer, esophageal cancer is associated with unintentional weight loss. المريض يفقد وزن من دون ما يخطط لهذا الشيء. تمام؟ هل هاي dysphagia is associated with vomiting, vertigo؟ اللي ممكن تعطي فكرة إنه أكو فد neurological problem. تمام؟ هل هاي dysphagia is associated with coughing؟ اللي ممكن تعطيك فكره انه هاي اكو oropharyngeal dysphagia. هل اكو وياها اكو change in speech اللي ممكن يعطيك warning انه هذا المريض ممكن يعاني for example من stroke. اوكي, هل المريض يعاني من halitosis اللي هو bad odor بالbreath, تمام النفس مالته ما طيب وهاي يصير ويا zinker diverticulum. هل المريض عنده dry eyes for example اللي يصير for example بالpatient اللي عندهم شوغران سيندروم. بالشوغران سيندروم عندي dry mouth and dry eyes, والdry mouth هو واحدة من الكوزز مال oropharyngeal dysphagia مثل ما قلنا. بالpast medical history you have to ask if the patient has any neurological disease, يعني مثل ما قلنا it is associated with oropharyngeal dysphagia. هل المريض عنده history of recurrent pneumonia, aspiration؟ هل المريض عنده history of radiation therapy because radiation can lead to dysphagia؟ هل المريض عنده history of caustic ingestion؟ هل مثلا قبل عدد من السنوات ومثلا شارب فد واحدة من ذني الحوامض القوية أو القواعد القوية اللي ممكن مسوية انجري للإسوفيجاس في وقتها وهسه صاير عندي فد ستركتشر. شو ممكن نفحص بالبيشنت اللي أدى دسفيجيا؟ أولا you have to inspect the oral cavity. أيضا ممكن تفحص الليمف نود and neck exam. تمام؟ لأنه ممكن يكون هذا المريض عنده lymphadenopathy اللي ممكن signal the presence of malignancy. أيضا يحتاج إنه نسوي abdominal exam, على الأقل نسوي palpation epigastric region. You have to do a cardiac auscultation and a thorough neurological exam. هذا أهم خطوة بالexamination من الpatient اللي عنده dysphagia. A thorough neurological exam because many neurological diseases مثل ما شفتن إنه تسوي لي dysphagia. حتى لو نوصل للتشخيص مال الدسفيجيا بالبداية لازم نحدد هذا المريض عنده oropharyngeal dysphagia or esophageal dysphagia. الأشياء اللي تمشي ويا oropharyngeal dysphagia هي difficulty in initiation of swallowing, صعوبة ببداية عملية البلع. تمام, يعني لما تنطي لقمة عنده مشكلة بأنه يبدي عملية البلع مال هاي اللقمة initiation of swallowing, لأن هو oropharynx مسؤول عليها. تمام, فالدسفيجيا تكون ايميديت, اول ما يحاول يبلع يصير عنده صعوبه بالبلع. البيشنت يكون عنده درولينج انه السلايفا مالته يعني تنزل من حلقه, اوكي درولينج اوف سلايفا. ايضا فود سبيلج ممكن انه من ياكل اكل هذا الاكل ينزل من حلقه
ويعني شلون الطفل الرضيع بداية حياته لما يرضع ممكن انه الحليب ينزل من حلقه لانه ما متعلم انه يسوي هذا البروبر سولوينج مثل الادولتس، تمام؟ ففود سبيلج كافيين ممكن انه يبدي يقح هوايه، اوكي؟ لانه ممكن انه الفود هذا يروح الى الريسبيرتوري سيستم اند ستيميليت ذا كاف ريفلكس. ايضا ممكن المريض يحس نفسه ذا يختنق choking sensation، اوكي؟ all of these هاي كلها تمشي ويا الاوروفارنجيال ديسفيجيا. المريض ممكن يحتاج الى انه يبلع اكثر من مره حتى يسوي كليرنس للفارينكس. ايضا ممكن هذا المريض يكون عنده history of a pre-existing neurological or myopathic pathology. كل ذني تمشي ويا انه هذا المريض عنده اوروفارنجيال ديسفيجيا. ويل بالاسوفيجيال ديسفيجيا المريض ما عنده مشكله ببدايه عمليه البلع، لما تنطي لقمه هو عادي يبلعها بالبدايه، بس ورا عدد من الثواني يقول لك انه اكو عندي صعوبه بالبلع، اوكي؟ ممكن يحس بانه هاي اللقمه قصت فد منطقه بالتشست ياشر لك عليها، بالرغم انه المكان اللي ياشر لك عليها مو شرط هو المكان اللي بالفعل هو واقف الاكل بيه، بس يصير عندهم هذا الفيلينج، يحس مثلا انه اكو فد منطقه معينه الاكل واقف بيها، اوكي؟ يصير عنده sensation of food getting stuck، او يعني الاكل ده يعصى في منطقة معينة. ايضا البيشنت اللي عندهم esophageal dysphagia ممكن associated ايضا ويا odynophagia، عندهم الم خلال البلع. ايضا ممكن انه the presence of pre-existing esophageal pathology يمشي اكثر اكيد ويا esophageal dysphagia. فالمريض اللي for example عنده GERD chronic history of GERD لما يجي عنده dysphagia هذا الموضوع يمشي ويا esophageal dysphagia. لما سويت assessment للpatient وقلت على الأكثر هذا المريض عنده esophageal dysphagia، a very important and a critical point to ask about مثل ما قلنا هو أنه نسأل هل هذا المريض عنده dysphagia from solids only or solids and liquids. المريض اللي عنده dysphagia from solids only على الأكثر عنده فد structural problem، عنده فد mechanical obstruction. While the patient اللي عنده dysphagia from solids and liquids من الأشياء الصلبة والسائلة فعادة عنده motility disorder. Okay. And this is very very important. Dysphagia بشكل عام is a serious symptom and should be investigated urgently. يعني الدysphagia هي واحدة من ذني symptoms اللي لما المريض يقول لك إياها يحتاج إنه تأخذها بجدية، ويحتاج إنه كل مريض عنده dysphagia يسوي له investigations to exclude serious life-threatening causes of dysphagia. هسه آخر شيء بهاي المحاضرة نشوف هذا المخطط اللي موجود بكتاب ديفيدسون عن الinvestigations اللي ممكن نسويها لمريض عند dysphagia. الdysphagia مثل ما قلنا إذا كانت خلال initiation of swallowing ويها choking sensation aspiration فعالة هاي تكون oropharyngeal dysphagia. والpatient اللي عندهم oropharyngeal dysphagia should be investigated with video fluoroscopic swallowing assessment. يعني هنا راح نستخدم وياهم فالتقنية معينة يسموها بالفيديو فلوروسكوبي، واللي من خلالها نقدر نقيم عملية السوالوينج مالتهم. راح نشوف مالتهم السوالوينج لايف، نشوف مباشر بفيديو شلون بيصير عملية السوالوينج مالتهم، تمام؟ عن طريق مادة معينة نعطيهم اياها وهكذا، نسوي observation للسوالوينج ونشوف شنو المشكلة اللي تصير عندهم ونقيمها. ايضا ده يحتاجون الى neurological investigations، ممكن انه يعني البيشنت اذا suspected for example stroke ممكن انه نسوي له CT و MRI brain and so on، تمام؟ وعادة ذول المرضى راح يكون عندهم neurological disease واقل من عندها بشوية a myopathic problem، اوكي؟ while البيشنت اللي عندهم esophageal dysphagia وهذا اهم شيء عندنا لانه احنا بنسولف عن الجاسترونتيرولوجي، فاول انفستيجيشن نسوي لهم اياه هو الاندوسكوبي وذ بايوبسي. بالاندوسكوبي اذا كان عندي فد ستراكشرال بروبلم راح تبين، تمام؟ ممكن يبين اذا عندي ستراكشر اكو تضيق، وهذا ستراكشر كان بي بيناين ستراكشر يعني حميد نتيجه بيبتيك ستراكشر، تمام؟ اللي يصير ويا الجيرد الجاستروسوفيجيال ريفلكس ديزيز او فايبروس رينج او نتيجه ايوزينوفيليك اسوفيجيتس، تمام؟ هاي من ناخذ بايوبسي
نروح نشوف البايوبسي جوا الميكروسكوب ونشوف يوزاينوفيلز هوايه فنسميها يوزاينوفيليك اسوفيجايتس. ايضا ممكن يصير ستركشر نتيجه بعض الادويه اللي هي البيسفوسفونيت فور اكزامبل اللي نستعملها بالروماتولوجي. اوكي، وممكن انه هذا ستركشر يكون مالجنان ستركشر، تضيق نتيجه فن مالجنان كونديشن اللي هي فور اكزامبل وهم وحده الكارسينوما اوف ذا اسوفيجس او كارسينوما اوف ذا ستومك او نتيجه فد اكسترنسيك كومبريشن. تمام، فد مالجنسي ممكن ضاغط على الاسوفيجس من برا ومسوي لي اكسترنسيك كومبريشن. اوكي، ممكن انه بالاندوسكوبي ما تلقي عندي تضيق مبين، بس من تاخذ بايوبسي تشوف اكو انجري وانفلاميشن بالاسوفيجس نتيجه مثلا فور اكزامبل بيبتيك اسوفيجايتس اللي يصير ويا الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز. تمام، اسوفيجايتس انفلاميشن اوف ذا اسوفيجس. ايضا ممكن تكون نتيجه كانديدا كانديدايسيس او نتيجه يوزونو يعني يوزانوفيليك اسوفيجايتس مثل ما قلنا. فهنا ماكو تضيق بالاسوفيجس بس اكو انفلاميشن بالاسوفيجس اللي مسوي لي هاي الديسفيجيا. اوكي، هنا هاي الاشياء اللي ممكن يبينها الاندوسكوبي. ممكن في بعض الاحيان الاندوسكوبي ما يبين شيء. اوكي، يعني ما يبين بالاسوفيجا بالاندوسكوبي انه اكو عندي فد مشكله، واللي معناها انه ماكو فد ستراكشرال بروبلم بالاسوفيجس، بس تبقى احتماليه وجود موتيليتي بروبلم بالاسوفيجس. فهنا يحتاج تروح تسوي فيردر انفستيجيشنز تو اكسكلود ذا موتيليتي ديسوردرز. من ضمن ذني الانفستيجيشنز هي الباريوم سولو اند ذا مانومتري، واللي تقدر طبعا من خلالهن تشخص الديفرنت موتيليتي بروبلمز لايك الاكاليزيا او الديفيوز اسوفيجيال سبازمز اند سو اون. ولهنا خلصت هاي المحاضرة الخاصة بالابروش تو ديسفيجيا. ثانك يو فور واتشينج.